أهلا بكم. أكدت لجنة مراقبة تنفيذ البرنامج الحكومي أن الخطة التي طرحتها حكومة عبد المهدي تعاني ثغرات تصل إلى حد الخلل. وقالت اللجنة أن العراق قد خسر خلال السنوات الماضية مليارات الدولارات جراء تراجع معدل الاستثمار الأجنبي في قطاعاته كافة، والذي تسبب على إثر ذلك فقدان البلاد ما يزيد عن 36 مليار دولار خلال السنوات الست الماضية، مشيرة إلى أن تلك المعدلات تعكس ضعف الحكومة في تأمين مناخ استثمار مناسب لجذب الاستثمارات إلى العراق. هذا وكانت منظمة الأونكتاد للتنمية التابعة للأمم المتحدة قد كشفت في تقرير لها عن فقدان العراق ل 36 مليار دولار خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنه في العام الماضي فقط فقد العراق نحو 5 مليارات دولار. كشف النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي عن ضياع مبالغ كبيرة من أموال الضرائب في المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء. وقال المسعودي إن موازنة 2019 تضمنت وجود 18 تريليون دينار عراقي تحصل عليها من ضرائب المنافذ الحدودية وجباية الكهرباء، لم تتسلم الحكومة منهم سوى 4 تريليونات فقط، ما يعني أن 14 تريليون دينار ضاعت نتيجة الفساد المالي والإداري داخل المؤسسات في الحكومة. يذكر أن وزارة الداخلية اكتشفت 334 حالة فساد إداري ومالي في مفاصل ودوائر الوزارة المختلفة في بغداد والمحافظات خلال شهر حزيران الماضي فقط. كشفت اللجنة المالية النيابية في العراق عن وجود شبهات فساد في عقود أدوات الدفع الإلكترونية الكي كارد والماستر كارد. وقالت اللجنة إن الخلل في عقود شركتي الكي كارد والماستر كارد بالإمكان أن يستخدم لتهريب الأموال. وأضافت اللجنة أن هناك شبهات فساد في أصل العقود، لكن حتى الآن مشيرة إلى تشكيل لجنة للتحقيق في الأمر، والتي طلبت بدورها من البنك المركزي سحب قراره بإيقاف العمل بالكي كارد لحين الفصل في التحقيق. أكد رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة في كردستان العراق دار الخياط أن هناك مساعي تبذل لجذب الاستثمار لكردستان العراق. وأضاف الخياط أن أربيل تسعى لتقوية علاقاتها بالأسواق العالمية ومختلف دول العالم والجوار من أجل رفع فرص تسويق السياحة في كردستان العراق، مشيرا إلى أن أربيل تحث الشركات العاملة في مجال السياحة على القدوم والاستثمار. ويذكر أن كردستان العراق يسعى لتعويض الخسائر في الأعوام الماضية والتي شهدت عمليات عسكرية وأثرت بشكل كبير على قطاع السياحة. قالت هيئة المنافذ الحدودية إنها ضبطت وأتلفت 3 برادات من الطماطم الممنوعة من الاستيراد في منفذ الشيب الحدودي مع إيران. وأضافت الهيئة أنها أتلفت حمولة 3 برادات من محصول الطماطم نتيجة صدور قرار بمنع استيراده. وأشارت الهيئة أن الحمولة كانت قادمة من إيران بهدف تسويقها في العراق رغم اكتفاء العراق من محصول الطماطم لهذا العام. يذكر أن الأسواق العراقية أغرقت بالبضائع الإيرانية المهربة من المنافذ الحدودية، وهو ما يسبب خسائر كبيرة للاقتصاد العراقي. نتابع الآن أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدينار العراقي وأسعار المعادن والنفط. بهذا نصل إلى ختام أخبار الاقتصاد، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.